نصير زيتون فنان قدر بفترة كتير قليلة انه يعمل جمهور كتير كبير من خلال اغنيات اللي حبوها الناس. منا خطيب تخفي الليل يا روح. شو حكي الفنان ناصيف عن اخر البوم اطلقه وحقق نسبة متابعة كتير كبيرة على قناة انغامي؟ صار لي 3 سنين عم بحضر لينزل الالبوم. اول اغنية نزلت كانت خلص استحي ونزلت بعدها انا جاي. بتشكر كل العالم اللي حبوها لانه فعلا تعبت لا قدرت اوصلها لعندهم ووصلها لمسامعهم. يا ترى رح يكون في كليب جديد لنصيف زيتون مثل ما عودنا؟ اكيد رح يكون في ان شاء الله يا رب كليبين للالبوم القادم او اكثر، يعني بس منبلش بكليبين ان شاء الله يا رب، واحد اثنين ونشوف شو وين بتاخذنا القصه تبعهم. كاميرا سيدتي رافقت الفنان نصيف على سفينه النجوم وكان في له حفل كثير مميز، خلينا نشوفهم. تابعوا كل اخباري عبر موقع سيدتي وثانك يو نصيف زيتون.